الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. وبعد، فالمتأمل في منهج الشريعة في آيات الكتاب الكريم وأحاديث سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يجد أنها تخاطب قلوب عباد الله أهل الإسلام على نحو يحرك فيها المشاعر ويستثير فيها العواطف، يحببها إلى دين ربها وإلى الاستقامة على طريقه المستقيم، ويجعلها مقبلة ملؤها الشوق والرغبة والطمع الكبير فيما عند ربنا سبحانه وتعالى. البشارة أحد أعظم وأكبر وأفضل أساليب الكتاب والسنة التي خاطب أفئدتنا معشر أهل الإسلام، والتي حركت عواطفنا إلى الاقتراب من ربنا وإلى مد الأعناق والأبصار والأيدي وفتح نوافذ القلوب نحو ما عند الله من رضا ونعيم وجنان عظيمة ونعيم مقيم. البشارة التي جاءت في نصوص الكتاب والسنة جاءت لتحقق هدفها، فلنفتح لها أبواب قلوبنا ولنهيئ لها أسماعنا وأبصارنا. نحن سنتابع الحديث سويا في الوقوف عند تلك البشارات، نتلمح فيها وجها من وجوه عظمة ربنا وكريم فضله، نستشعر فيها طرفا من معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى، الكريم والوهاب والمنان والعظيم والحليم والرحيم سبحانه وتعالى. فهلموا بنا إلى وقفات فيها بشارات عظيمة تفرح بها القلوب وتسعد بها النفوس، جعلنا الله وإياكم من أوفر عباده بها حظا. والسلام عليكم ورحمة الله.